انما السوشيال ميديا طبعا له تاثيره، بس تاثيره وقتي مش تاثيره. احنا واحنا بنسمعك يا استاذ خالد دلوقتي، دي اجتماع لقطات بنتابعها للاجتماع اللي تم اليوم بين المسؤولين في الانديه ووزير الشباب والمسؤولين في الاتحاد المصري كره القدم، يعني كل الاطراف المشاركه في هذا اللقاء طبعا، واهميه هذه الامور اللي حضرتك بتقول ان احنا نحتاج الى التركيز عليها والى الوصول لافضل درجه ممكنه من التواصل والتنسيق بين كافه الاطراف المعنيه. هو طبعا ده يعني انا شايف ان دي اعلى درجه النهاردة وصلنا لها من الاجتماع. يعني ايه الاجتماع؟ شكله جدي بدرجة اكبر، والمشاركة فيه مشاركة فعالة، واحنا اعتقد بالاجتماع ده مشينا خطوات كبيرة جدا. اتمنى بس ان هو طبعا ان الامن بقى كمان يعني يدخل طرف في الموضوع، وان هو يعني يبتدي يسمح باللي حصل بالقرارات اللي اتخذت في الاجتماع دهوت بصورة أو بأخرى، وإن العجلة تتحرك. لو العجلة اتحركت خلاص أنت، وزي ما حضرتك قلت في البداية إن الجمهور عليه العبء الأكبر، لأن كل تجربة الجمهور هيسمح بيها أنها تخرج بشكل ناجح ويكون ملتزم ومنضبط فيها هيساعد وهيشجع.